استمرار لتغطيتنا حول موسم رمضان المبارك وما يحمله من مسلسلات لألمع وأفضل نجوم الدراما على المستوى الخليجي والعربي، نتحدث اليوم حول أحدث الأعمال الدرامية المنتظرة وهو مسلسل سمة عالية من بطولة الفنان الكويتي القدير الأستاذ جاسم النبهان، واللي سوف يطل عليكم خلال شهر رمضان المبارك على شاشة خليجية. للحديث عن هذا المسلسل يسعدني أن ينضم معنا عبر زوم الفنان الكويتي القدير الأستاذ جاسم النبهان. حياك الله معنا أستاذ جاسم، وفرصة نقول لك كل عام وانت بخير، انت واهلنا بالكويت. وانت بخير وبصحة، والمشاهدين والمملكة بشعبها وملكها وولي عهدها والحكومة الرشيدة، وأتمنى لكم إن شاء الله السعادة والنجاح والنصر بإذن الله تعالى، هذا أهم شيء الآن. وكل عام وانتم بخير، وش اقول لك اللي اشوفه في المملكه من خلال القنوات كلها شيء يسعدني حقيقه. تسلم. هذا الانفتاح الرائع، هذا الانفتاح الرائع، هذا المشاريع الرائعه اتاحت الفرصه، ويعني مساحه من الحريه للفنان في طرح أعماله الرائعة. حقيقة الفنان السعودي اليوم يحاول أن يسحب البساط من تحت أرجلنا، ولكن يستاهل لأنه هذا بجدة وعطاءه وإتاحة الفرصة له من قبل الراعين له. تسلم. الرسائل ميب غريبة منك أستاذ جاسم، وإحنا وإنتم واحد، وإن شاء الله الفنان ما يسحب البساط، الفن ما له جنسية على ما يقولون. لكن خليني أسألك أستاذ جاسم عن المسلسل، مسلسل سمة عالية، وش فكرته؟ وش يقوم عليه؟ وش الأحداث اللي نتوقع أن نشوفها؟ هي طبعا هو تكلم المسلسل عن المجتمع الكويتي ما بين الستينات والسبعينات، هذه يعني الطفرة الفورة، يعني أنا أسميه زمن النور، هو حقيقة أبدع الفنان وأبدع الأديب وأبدع الشاعر والملحن وكل فيها، وبالسياسة كذلك وبالاقتصاد، بجميع بكل هذه الأمور. فترة العشر سنوات هذه فترة رائعة في حياتنا، احنا عايشناها تماما، ولكن في هذه الفترة بالذات هناك تضاد، يعني هناك سلبيات وإيجابيات. قد البعض يقبل هذه الإيجابيات، ولكن تكون عند الآخر هي سلبيات، وهذا اللي يحدث بين عائلتين، يعني أنا والمرحوم اللي هو سليمان الياسين رحمة الله عليه، الفنان الكويتي الصديق الرائع. فنختلف في وجهات النظر، ولكن لا نختلف بالتناسب، احنا متناسبين وبين عيالنا اخذوا بعضهم بعض، ولكن هني تبقى حاله من القلق عند الاخ الثاني، العائله الثانيه، والمتقبل للحداثه هو يراعي حتى زبي او اخوه او يعني صديقه التاجر الاخر، كل يعمل في بصدق واخلاص، ولكن يبقى هني احدهم نظرته بعيده والاخر نظرته قصيره، وهذا لكن كلهم الاثنين مرتبطين ارتباط تام بعاداتهم وتقاليدهم، هذا ما يمنع انهم يكونون يعني يعيشون هذه الحياه الحديثه مع بقيه شعوب العالم. استاذ جاسم، في كثير من الاعمال يمكن خلال الثلاث سنوات اللي راحت كلها كانت تستحضر فتره الستينيات والسبعينيات، وش السبب برايك؟ ليش احنا قاعدين نستحضر؟ وش الشيء الجميل اللي احنا نحاول نستحضره من ذاك الزمن؟ حتى الزمن اللي قبل هذا، يعني الاربعينات اللي هي بدايه الحياه الحديثه بالنسبه لنا، وبدايه الفوره
تقريبا، والتطلع إلى القادم، التطلع إلى المستقبل، وبداية وضع الأسس. هذه بالأربعينات، بالخمسينات بدأنا نحصد، بالستينات، بالسبعينات بدأنا نحصد وحققنا الكثير من هذا. هناك قصص كثيرة في هذه الفترة بجوانب عديدة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية. فهذه اللي احنا لازلنا مقصرين في تناولها. يمكن أوضح أكثر، هناك شخوص يستحقون منا أن نتكلم عنهم لأنهم هم تركوا بصمة في تاريخنا، فالمفروض أن نتكلم عنهم. لو كانت هذه الشخوص لهم مسمى معين كنوخذة أو بحار أو لكن بعضهم شعراء وبعضهم هذا كلهم مجهولين، ولكن هم لولاهم لما صارت السفينة ووصلت إلى بر الأمان. لذلك أنا ولو بصمتهم يجب أن نحمل هذه المفاهيم كلها ونقدمها لأجيال اليوم إن كان هذا أو أجيال المستقبل كي لا ينسونا. أحسن أستاذ جاسم، لو نبغى نتحدث عن مسلسل سمع عالية، وإيش اللي يميز هالمسلسل اليوم عن الأعمال اللي بتعرض برمضان بشكل عام؟ ويمكن ما ميز شيء غير أنه يعني استكمل على فترتين في هذه الجائحة. يعني توقفنا في البداية، صورنا تقريبا ثلثين وبقى ثلث، ومراعاة للأجواء الاحترازية اللي مفروضة علينا مقبل وزارة الصحة مقبل هذا، والتقيد احنا منا شخصيا، توقفنا. ومن ثم بعد الحجر الكلي رجعنا مرة ثانية، رجعنا واستكملنا العمل، ولكن استكماله كان يعني شيء من الألم لأننا فقدنا أحد أخواننا وزملائنا اللي معانا المكملين، العناصر المهمة في أحد العناصر المهمة في هذا العمل في سمع عالية. هذه القضية. الأمر الآخر، سنوات هذه سنوات البعثات الخارجية لم نتكلم عنها بشكل يعني واضح تقريبا، فبعد ربما يكون أكثر من عمل كذلك نتناول هذه الفترة. احنا لم نتناول شخصيات كثيرة منها مثل ما قلت بالسابق، ان بعضهم يعني يوسف دوخي كملحن يستحق ان نتكلم عنه، ولما نتكلم عنه بنتكلم عن فترة الخمسينات والستينات والسبعينات. صحيح. لما نتكلم عن عوض دوخي نفس العملية، لما نتكلم عن حمد الرجيب نتناول تلك الفترة، لما نتكلم عن زكي طليمات وأثره كذلك بتلك الفترة تأثيرة. يعني ببداية تأسيس هذه الدولة اللي هي دولة المؤسسات، اللي هي كان مؤسسات علمية أو مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات ثقافية، كل هذه بدايتها بهذيك الفترة. فلا شك أن هناك قصص كثيرة نقدر نتناولها ونستعرض لها، لا شك للأجيال. لا شك. وانت أستاذ جاسم والفريق يعني اللي معك من نجوم الدراما الخليجية والعربية بإذن الله، أنتم خير من يمثل يمكن هذه الحقبة ويسهم في إيصالها لنا بشكل جميل وكما عهدنا. شكرا جزيلا لك الممثل الكويتي القدير الأستاذ جاسم النبهان، متحدثا عن مسلسل سمع عالية اللي بتشوفونه إن شاء الله خلال الفترة القادمة على خليجية. نعود بعد الفاصل.